رباعية تاريخية وموسم استثنائي بكل المقاييس حققه فريق رجال الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء، كأس السوبر المصري ولقب الدوري وبطولة إفريقيا وكأس مصر والتأهل لبطولة العالم للأندية. نجح رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني فرناندو مونزو في تحقيق موسم استثنائي بحصد العلامة الكاملة والحصول على 4 بطولات محلية وقارية. استطاع المارد الأحمر فرض سيطرته على جميع المسابقات، وخير دليل على ذلك هو عدم خسارته لأي مباراة خلال الموسم، بل إن الفريق توج باللقب الإفريقي دون خسارة أي شوط، وهو ما يدل على قوة وصلابة الفريق. بداية تتويجات الماسترز كانت عن طريق الفوز بلقب كأس السوبر المصري بعد التفوق على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3-1، وأعقبها استعادة لقب الدوري المصري الممتاز بعد التغلب على الزمالك أيضا بثلاثية نظيفة، ثم حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي أقيمت على ملاعب أهل الجزيرة بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي بنتيجة 3-0، وكان مسك الختام مع التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك أيضا بنتيجة 3-1. ظهر المارد الأحمر بمظهر مميز رفقة الخبير الإسباني، مما جعل مسؤولي الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر يستعينون بخدماته في مشوار الإعداد للأولمبياد المقبلة والمقرر إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس نهاية الشهر المقبل. ويأمل مونزو في تقديم نتائج مميزة للكرة الطائرة المصرية في أهم حدث عالمي قبل العودة من جديد لقيادة القلعة الحمراء، لا سيما أنه جدد التعاقد مع الشياطين الحمر لمدة 3 مواسم مقبلة بعد هذه النجاحات التي شهد بها القاصي والداني. موسم استثنائي حققه أبطال الرباعية التاريخية من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين بعد الفوز في جميع المباريات بكل البطولات.